الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي حكم هذا التسمي، حكم التسمي بقاضي القضاة أو ملك الملوك أو حاكم الحكام أو سلطان السلاطين، أو أيضا باللغات الأخرى نفس المعنى، مثل ما ذكر سفيان رحمه الله قال شاهنشاه، هذه بالفارسية معناها نفس المعنى ملك الملوك. فالمقصود أن هذه الكلمات قاضي القضاة، ملك الملوك، حاكم الحكام، سلطان السلاطين ونحوها وما أشبهها، هذه كلها فيها سوء أدب مع الله، فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الألفاظ تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب، وفيها سوء أدب مع الله، لأن هذه الألفاظ، ألفاظ التعظيم، هي خاصة بالله. ولهذا سيأتي معنا في الحديث: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، أي أن هذا من خصائصه، من خصائصه سبحانه وتعالى. فمثل هذه الألفاظ قاضي القضاة وحاكم الحكام، سلطان السلاطين، شاهنشاه، كلها فيها سوء أدب، فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم للمخلوق تعظيما لا يستحق إلا الخالق سبحانه وتعالى، فهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب، ما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، تسمى ملك الأملاك. أخنع أي أوضع وأحقر، وهذا من المعاملة له بنقيض قصده، لما اختار لنفسه ملك الأملاك، لما اختار لنفسه ملك الأملاك فتسمى بهذا الاسم، عومل بنقيض قصده فصار أوضع ما يكون وأحقر ما يكون. قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، تسمى بفتح التاء يسمى نفسه، ويروى بالضم يسمى ملك الأملاك، أي يسميها الناس وهو راض بذلك، يدعى بذلك. فهذا أخنع اسم أي أوضع اسم وأحقر اسم
عند الله سبحانه وتعالى. قال سفيان رحمه الله تعالى وهو سفيان بن عيينة قال مثل شاهنشاه مثل شاهنشاه. وهذا فيه أن الحكم يتناول اللفظ ولو بغير العربية ولو بالألفاظ الأعجمية غير العربية، فمتناول لمثله ولو كان بغير اللسان العربي مثل ما مثل سفيان بن عيينة بشاهنشاه. قال وفي رواية أغيض، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض من الغيظ وأخبث من الخبث. فهذا الذي تعاظم في نفسه وعظمه الناس تعظيما لا يليق به وإنما يليق بالله سبحانه وتعالى عومل بنقيض ما أراد ونقيض ما طلب، فصار أغيض رجل عند الله وأخبث رجل عند الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الترجمة فيها التنبيه من المصنف كما سبق في أبواب على ألفاظ يجب تجنبها، يجب على الموحد أن يتجنبها، وإذا أراد أن يمدح أو يثني يعتدل في مدحه، يعتدل في مدحه، لا يتجاوز حدود الشريعة وضوابطها، لا يتجاوز إلى ما يكون منافيا لكمال التوحيد الواجب على العبد المؤمن. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. النهي عن التسمي بملك الأملاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا أخنع اسم، أي أوضع وأحقر اسم عند الله، فهذا فيه النهي عن التسمي بذلك. قال رحمه الله الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان رحمه الله. نعم، أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، سفيان قال مثل شاهنشاه، مثل شاهنشاه، فشاهنشاه هذه كلمة عجمية، ففيه أن ما كان مثله سواء باللسان العربي مثل حاكم الحكام، سلطان السلاطين، قاضي القضاة ونحو هذه الألفاظ، أو نفس الكلمات بغير اللغة العربية فالحكم واحد. قال رحمه الله الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. قال التفطن للتغليظ في هذا، أخنع وأوضع وأغيض وأخبث، في تغليظ في هذه الألفاظ. يقول التفطن للتغليظ في هذا ونحوي مع القطع أن القلب لم يقصده، لم يقصده، لم يقصد معناه، يعني لم يقصد لما قال لما يمدح ملكا بقوله ملك الملوك أو سلطانا بسلطان السلاطين، ما يقصد في قلبه مقام الربوبية، مقام جناب الرب سبحانه، ما يقصد ذلك، وإنما جاء بلفظ يقصد فيه تعظيم من يثني عليه، لكن المعنى هذا لا يقصده، ومع ذلك ماذا فيه الوعيد. وهذا فيه التأكيد على مسألة أكدت عليها مرات، وهي أن الشريعة فيها عناية ماذا بالألفاظ، كما أن فيها عناية بالمقاصد، وأن الإنسان إذا انحرف اللفظ عنده لا يقول أنا قصدي طيب، مع طيب القصد لا بد من سلامة المنطق، مع طيب القصد لا بد من سلامة المنطق. فهنا يقول الشيخ منبها على ذلك، يقول التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، معناه ملك الأملاك، الوصف الذي هذا هو معناه، الوصف الذي لا يليق إلا بالله، ولا يقصد هذا المعنى الذي يقول ملك الأملاك تعظيما لأحد ملوك الدنيا أو سلطان السلاطين أو قاضي القضاة، ما يقصد هذا المعنى، لكنه لفظ
مجانب للصواب، لفظ مجانب للصواب أطلقه تعظيما لمن يعظمه، فجاء في هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله: الرابعة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. التفطن أن هذا من إجلال الله، لأنه قال لا مالك إلا الله، فهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى ألا يعظم بما لا يليق بالله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يضاف لغيره ما لا يليق إلا به سبحانه. نعم. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام أسماء الله، احترام أسماء الله عز وجل بتعظيمها وقدرها حق قدرها، ومعرفة اختصاص الله سبحانه وتعالى بها، وأيضا بالوصف التي دلت عليه، لأن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. وكل اسم من أسماء الله دال على صفة كمال لله عز وجل تليق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا. والتعبد لله عز وجل بأسمائه هو فرع المعرفة بها، هو فرع المعرفة بها والتعظيم لها، تعظيم لأسماء الله واحترام أسماء الله سبحانه وتعالى. واحترام أسماء الله له صور كثيرة جدا، له صور كثيرة جدا، منها هذه الصورة التي مثل بها تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك. فاحترام أسماء الله له صور كثيرة، منها أن يغير الاسم لأجل ذلك. لو أن أحدا أطلق عليه اسم أو وصف لا يليق إلا بالله يجب أن يغير هذا الاسم، يجب أن يغير هذا الاسم من أجل الاحترام لأسماء الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي شريح، هو هاني بن يزيد الكندي من أسلم عام الفتح، قال أنه كان يكنى أو يكنى بإسكان الكاف أو فتحها، كله صحيح، يكنى أو يكنى أبا الحكم، أي يكنيها قومه أبا الحكم. ولتكنيتهم له بهذه الكنية سبب، قصة تأتي في الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منبها على المعنى نفسه الذي في الترجمة، احترام الأسماء، أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، قال: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، هو الحكم وإليه الحكم. فهذا فيه التنبيه، تنبيه هذا الذي هو هاني بن يزيد، تنبيه له إلى التغيير، ينتبه لهذا الملحظ. بالمناسبة أذكر مرة كنت في إحدى الدول ألقي دروسا في دورة علمية في بلد أعجمي، فكنت في أول درس من الدروس سألت الطلاب عن أسمائهم، فأشرت إلى أحدهم قلت: ما اسمك؟
قال اسمي صفة الله. فقلت له أنت صفة الله؟ قال نعم. أعدتها عليه المرة الثانية، قلت أنت صفة الله؟ قال نعم. قلت أنت صفة الله؟ قال نعم. قلت أو مخلوق من مخلوقاته؟ لما قلت هذه الكلمة أدرك سبحان الله الخطأ الكبير الذي في اسمه، ثلاث مرات أعيد عليه أنت صفة الله، يظنني أريد تأكد من نطق الكلمة أو نحو ذلك، ثلاث مرات أعيد عليه. في الثالثة بعد الثالثة قلت أم أو مخلوق من مخلوقاتي؟ قال لا مخلوق. عرف الآن الخلل العظيم الذي في هذا الاسم الذي سمي به. قلت يجب عليك أن تبادر إلى تغيير الاسم، وجزاه الله خيرا غيره في وقت الدورة، ولما منح الشهادة منح باسم آخر أخبركم به ولا ما يحتاج. هو اختار لنفسه وقلت هذه أهون، سمى نفسه صفي الله، هذا فيه شيء من التزكية لكن قلت هذه أهون، جاء بعد الأسماء في الأوراق الرسمية وكذا إلى صفية صفي الله. والوالد مرة جاءه شخص فسأله عن اسمه فقال اسمي معين الله، معين الله. فقال له الوالد حفظه الله وهل لله معين؟ وهل لله معين؟ وما له منهم من ظهير أي من معين. قال وهل لله معين؟ فأيضا أمرها أن يغير الاسم لأن فيها خلل عظيم جدا، لكن أرشده إلى تغيير فقط في الحركة ما يحتاج يغير في الأوراق الرسمية. قال ليكن اسمك معين من ماء معين، معين الله، يعني هذه أهون. والحاصل أن يحصل هذا، يحصل يعني مثل هذه الأسماء، فمثل ما كان من هذا القبيل يجب تغييره احتراما لأسماء الله وتأدبا مع الله عز وجل. قال كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين، فرضي كل أو كلا الفريقين. كان رضي الله عنه مرضي عند قومه وحب الصلح بينهم، تقريب وجهات النظر، ويا فلان أنت سامح ويا فلان أنت نازل عن بعض حقك، وهكذا يصلح بينهم ويرتاحون لنهجه وطريقته لما يتحراه في معالجة المشاكل التي بينهم بالصلح واللطف وتقريب وجهات النظر، فكانوا يرضون صلحه. فسموه لأجل ذلك أبا الحكم، سموه لأجل ذلك أبا الحكم. قال فرضي كلا الفريقين، يعني إذا اختلفوا شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. مدار الحكم الذي عنده في الصلح، ليس عنده أقضية يعني منفردا بها أو كذا، وإنما يصلح بينهم في الخصومات حتى تزول وتنتهي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، يعني أن تكون بهذه الطريقة مع قومك تعمل على حل مشاكلهم وتقريب وجهات النظر بينهم وإصلاح ذات بينهم، ما أحسن هذا. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ما لك من الولد، ما لك من الولد، يعني كم لك من الأولاد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. لاحظ الثالث منهم الأصغر اسمه أحب الأسماء إلى الله، أحب الأسماء إلى الله. قال من أكبرهم؟ ما وقف هنا وقال
أنت أبو عبد الله لفضل الاسم. قال من أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. قال فأنت أبو شريح، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية. وجاء في بعض الروايات أنه دعا له ولولده، دعا له عليه الصلاة والسلام ولولده. كناه بمن؟ بالكبير منهم. قال من أكبرهم؟ فكناه بالكبير منهم. ولهذا يعرف من هذا أن من السنة، من السنة أن يكنى الرجل بالكبير من ولده، أن يكنى الرجل بالكبير من ولده، بأكبر أولاده يكنى به. ولو كني الإنسان بكنية ليس في ولده ما هذا الاسم الذي كني به أيضا لا حرج، وكذلك من ليس له ولد لو كني بكنية أيضا لا حرج. يعني الآن أبو بكر رضي الله عنه كنية أبو بكر ليس له ولد اسمه بكر، عمر كنية أبو حفص ليس له ولد اسمه حفص. المصنف رياض الصالحين النووي لم يتزوج، مات ولم يتزوج، كنيته ماذا؟ أبو زكريا، ما له ولد أصلا ما تزوج، كنيته أبو زكريا. لكن من كان له ولد فالسنة أن يكنى بأكبر أولاده، أن يكنى بأكبر أولاده، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. نعم، احترام أسماء الله وصفاته ولو بكلام لم يقصد معناه، لم يقصد معناه. ولهذا هناك ألفاظ كثيرة تأتي على ألسنة الناس لا يقصدون ماذا؟ لا يقصدون معناها. لو كان يقصد المعنى يكون كفره عظيم جدا، لا يقصد المعنى، وإنما لفظ جاء على لسانه، لكن لما كان اللفظ فيه خلل وجب تغييره. حتى لو كان الإنسان قصده طيبا، قصده سليما. يعني الآن تجد في الأعاجم أسماء بسبب العجمة فيها خطأ، فيها خلل في العقيدة، بعضها خلله عظيم جدا لكن ما قصدوا المعنى، ولما ينبهون على المعنى مباشر يدرك خطورة الأمر. فالحاصل أن الواجب تغيير الاسم حتى لو كان الإنسان لا يقصد المعنى الباطل الذي يتضمنه. نعم. قال رحمه الله: الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، لأجل ذلك يعني احترام أسماء الله، لأجل ذلك يعني لأجل احترام أسماء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه بقول إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهذه دعوة إلى احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، اختيار أكبر الأبناء للكنية، يكنى الرجل بأكبر أبنائه، هذا من السنة والحديث واضح في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكبرهم، ما قال منهم، لما عدهم قال من، نعم قال من أكبرهم، قال قلت شريح، قال أنت أبو شريح، فكناه بالأكبر. نعم. قال رحمه الله: باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. قال: باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هزل أي استهزأ وسخر، هزل أي استهزأ وسخر بشيء فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو ذكر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والترجمة في بيان حكم ذلك، حكم من هزل، حكم من هزل بشيء فيه
في ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد دلت النصوص على أن الهزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول كفر أكبر، كفر أكبر مناف للتوحيد، مناف للتوحيد. وهذا الباب يختلف عن الأبواب التي قبله، ما تقدم فيما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا في ينافي التوحيد نفسه، ينافي التوحيد. ولهذا التوحيد له قوادح، بعضها يقدح في أصله بعضها يقدح في كماله، ما تقدم قوادح في الكمال الواجب وهذا قادح في الأصل، قادح في أصل التوحيد. فالهزل أو الاستهزاء أو السخرية أو الاستخفاف بجناب الربوبية أو بالقرآن أو بالاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أوصافه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من الكفر الأكبر، كل ذلك من الكفر الأكبر. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله. هذه الثلاثة التي وضعها في الترجمة الشيخ، ذكر الله، القرآن، الرسول. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية فيها أن سبب كفر هؤلاء هو الاستهزاء، في أن سبب كفر هؤلاء هو الاستهزاء، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أنهم قبل هذا الاستهزاء كانوا ماذا؟ كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين، فبهذا الاستهزاء كفروا كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. وقال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لئن سألتهم عن الاستهزاء الذي حصل منهم ليقولن، وسيأتي معنا في الحديث أن كنا نخوض ونلعب، نصلي أنفسنا في السفر في الطريق، ما نقصد ذلك. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. عاصم وحده من القراء رحمه الله قرأها هكذا: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وبقيتهم قرأوها إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، تعذب طائفة. قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في القراءة الأخرى إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، ومعنى القراءتين واحد، معنى القراءتين واحد. قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الآن في سياق الآية فيه عفو وفيه تعذيب، أليس كذلك؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، هؤلاء الذين حصل منهم هذا الاستهزاء قسموا في الآية إلى قسمين، قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. انظر أمر عظيم جدا، يعني شخص يعني يصل به الحال إلى الاستهزاء بآيات الله أو الاستهزاء بالقرآن
أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كفر شنيع جدا، استهزئ بالله أو بآياته أو برسوله عليه الصلاة والسلام، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم يذكر في السياق نفسه ماذا؟ العفو، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هذا ينتبه منها، ينتبه منها الإنسان لفائدة مهمة، وهي أن الإنسان يعني مهما عظم كفره فإن كان الله كتب له هداية يهتدي مهما كان بلغ عظم الكفر وشناعته. قل للذين كفروا نعم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وتجد في القرآن فيما يتعلق بالنصارى وعقيدتهم في المسيح، أفلا يتوبون إلى الله، في المنافقين، في المنافقين أيضا ذكر الله عز وجل، ذكر التوبة، تابوا وأصلحوا، اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. الذين خدوا الأخاديد وصنعوا العظائم في قتل المؤمنين، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ولهذا يجب ألا يقنط أحد من التوبة مهما عظم جرمه، لا يقنط أحد من التوبة مهما عظم جرمه ومهما كان ذنبه. قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو عن طائفة منكم، عفي عن واحد منهم دون الباقين، عفي عن واحد منهم دون الباقين، وهو مخشي ابن حمير الأشجعي، مخشي ابن حمير الأشجعي عفي عنه وتاب وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن توبته، وتاب توبة نصوحا رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ولما جاء في بعض الروايات، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، قعد بي اسمي واسم أبي، معنى قعد بي يعني جنى علي اسمي واسم أبي، اسمه مخشي واسم والده حمير، تصير حمار حمير، فقال قعد بي اسمي واسم أبي، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه واسم أبي، فسمى عبد الله بن عبد الرحمن، الاسمين الذين هما أحب الأسماء لله، عبد الله بن عبد الرحمن. وكان ممن اشترك في قتال المرتدين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فسأل الله أن يقتل شهيدا ولا يعلم مكانه، أن يقتل شهيدا ولا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة في قتال المرتدين، حرب المرتدين، ولم يوجد له أثر، عفي عن وهلك الباقون، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله، دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق،
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن اللفظ الذي ذكر هنا هو مجموع الروايات عن هؤلاء الأربعة، مجموع الروايات عن هؤلاء الأربعة، فمجموع رواياتهم أثبت هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا، أنه قال: رجل في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذه صفات ثلاثة رمى بها هؤلاء صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. أرغب بطونا يعني أوسع بطونا وأكثر شرها على الأكل وإقبالا على الطعام ونحو ذلك، وهذه فرية على أصحاب النبي رضي الله عنهم، فكانوا من أهل القناعة والحسن في الاقتصاد في الأكل، ومن يقرأ سيرهم يعرف ذلك. والمنافقون والكفار هم الذين ينطبق عليهم مثل هذا الوصف. قال: أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، ولا أكذب ألسنا، وهذا رمي لهم بالكذب، وأن ألسنتهم يجري عليها الكذب، وهذه صفة المنافقين، ألا إنهم هم الكاذبون، هذه صفتهم. ولا أجبن عند اللقاء، هذه صفة ثالثة يرمون بها الصحابة، اللقاء يعني لقاء الأعداء. والحقيقة أن هذه صفة المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم من شدة الجبن والخوف الذي فيهم. وهذه الأوصاف ينطبق على هؤلاء في رميهم للصحابة بهذه الصفات المثل المعروف: رمتني بدائها وانسلت، يعني هذه أوصاف تنطبق على الرامي لا على المرمي بها. قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعني بقوله: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. القراء في ذاك الزمان يطلق على العلماء بالقرآن فقها وفهما وبصيرة، لا مجرد الحفظ، كان في زماننا هذا يطلق كثيرا القراء أو القارئ على الحافظ القرآن، ولو كان ليس عنده من الفقه في دين الله شيء، أو عنده الشيء القليل جدا. فلما يطلق القراء في ذاك الزمان يراد العلماء الفقهاء، حفظ القرآن وفهم. قال: وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، كذبت ولكنك منافق. وهذا فيه المبادرة للإنكار المقالة الباطلة الآثمة والعدوان. قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخباره للنبي عليه الصلاة والسلام هذا من النصيحة،
وليس من الوشاية. الوشاية شيء والنصيحة شيء آخر. أراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام لقمعهم ورد باطلهم. قال لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه أي قد جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السورة التي تعرف بالفاضحة، سورة براءة، سورة التوبة، لأن فيها كشف وتعرية للمنافقين، وكان المنافقون يتخوفون ويخشون ويحذرون أن تنزل سورة في القرآن تكشف مخازيهم وتعريهم، فأنزل الله عز وجل هذه السورة كاشفة لما في قلوبهم، فاضحة لهم، مبينة لخبثهم. قال فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل عليه الصلاة والسلام وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب لسنا جادين، هذا معنى كلامه، يعني هزل ليس جد، نخوض ونلعب، لما قلنا الكلام الذي نقل إليك لم نقله عن جد وجادين فيه، وإنما تسلية في الطريق، نسلي أنفسنا من أجل تعب الطريق ومشقة الطريق. قال إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، طريق طويل، مسافة طويلة، وأن نسلي أنفسنا بهذا الكلام. قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة مثل الزمام، الخطام الذي للناقة، ما ممسك بالخطام، خطام الناقة، ويمشي الناقة تمشي وممسك بخطامه ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام المسامحة، يقول كنا نخوض ونلعب ما كنا جادين، والحجارة تنكب رجليه، تضرب رجليه وهو يمشي، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. الرجل يعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة هو من الامتثال لأمر الله، الله قال له ذلك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أمر من الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فما كان يزيد على اللفظ الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يقوله له، فكان ما يزيد على ذلك ولا يلتفت إليه، ما يلتفت للرجل ولا أيضا يزيده على هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. من فوائد هذه الترجمة والحديث الذي فيها والآية الكريمة أن الإنسان قد يكفر ولو بكلمة واحدة، وقد قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم بتلك الكلمة التي قالوها. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. نعم، كافر، لأن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم أي بهذه الكلمة، نعم. قال رحمه الله الثانية أن هذا هو كفرتم بهذه الكلمة، يعني بسبب هذه الكلمة. نعم. قال رحمه الله الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم، تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني من استهزأ بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن،
هذا كافر بدلالة قوله قد كفرتم بعد إيمانكم. قال رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. عوف رضي الله عنه لما نقل للنبي عليه الصلاة والسلام ما نقل، هذا من باب ماذا؟ النصيحة. فرق بين نقل الناصح ونقل النمام الذي يريد أن يفسد ذات البين. نعم. قال رحمه الله: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، يعني هناك مقامات يناسب فيها العفو وفي مقامات يناسب فيها الغلظة، يناسب فيها الغلظة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، ولهذا الرجل يكرر يعتذر ويكرر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليه ولم يقبل له عذرا، وما كان يزيد عليه الصلاة والسلام أن يقول: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اقرأ الباب كاملا. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد رحمه الله: أي هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة رحمه الله: أي على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله.
فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.